منذ نهايات عام 2012 تأسست مشفى الشهيد أسامة أبلق، والتي استقبلت خلال السنوات الماضية آلاف المدنيين والعسكريين من أبناء المنطقة بمعدل 150 مريض يومياً. المشفى الواقع في ريف اللاذقية المحرر تعرض مرات عدة للقصف، مما أدى لنزوح كادر الأطباء والممرضين مع ما تبقى لهم من معدات نحو مناطق أقل خطورة. مشفى الشهيد أسامة أبلق الميداني تأسس في نهاية عام 2012، كان يستقبل المدنيين الموجودين في المنطقة. طبعا كان يدخل يوميا تقريبا 100-150 مريض على المشفى، وفي خلال الفترة الماضية تعرض للقصف عدة مرات، ومنذ مدة عام تقريبا تعرض للقصف شديد أدى إلى نزوح الكادر مع العدة الموجودة والأجهزة الموجودة في المشفى باتجاه يعني منطقة أأمن. تم إنشاء خيام ميدانية قريبة من الشريط الحدودي وتم استقبال، كان يعني استقبال أثناء المعارك، كان في عدة معارك، استقبال الجرحى وتحويلهم إلى تركيا. يعد مشفى الشهيد أسامة أبلق من آخر المشافي التي استمرت بالعمل الطبي في جبل التركمان في ظل القصف الروسي والسوري المستمر على المنطقة، والذي تسبب بتهجير السكان، مما جعل المشفى يختص بعلاج العسكريين والثوار المرابطين على جبهات القتال.